الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي في الله، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: أعظم عبادة بعد صلاة العصر، إذا حافظت عليها ستتغير حياتك بإذن الله تعالى. وقبل أن نتعرف عليها، المطلوب منكم أمرين: الأول أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تعملوا إعجاب ومشاركة الفيديو ليصل لأكبر عدد المسلمين وتعم الفائدة ولكم بها الأجر والثواب، لأن الدال على الخير كفاعله. أحبابي في الله، هل تعلمون لماذا خصص وقت البكور والأصيل قبل غروب الشمس وقبل شروقها بذكر الله والتسبيح وأذكار المساء والصباح؟ الجواب: لأنهما وقتان لا صلاة فيهما. الله سبحانه وتعالى أوجدنا لعبادته ولذكره الدائم، وهذا وقت يغفل فيه الكثيرون إلا خاصته ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا رب. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: هذان هما وقت رؤية أهل الجنة لوجه ربهم تبارك وتعالى. قال المهلب: أخص هذين الوقتين اجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم، ذكره ابن حجر رحمه الله. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: متى تقال أذكار المساء، هل بعد العصر أو المغرب؟ فأجاب: بعد العصر، الصواب بعد العصر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب مستندا إلى قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بعد العصر إلى المغرب، وكذلك بعد الفجر إلى طلوع الشمس. قال بعضهم بعد المغرب، ورأى بعضهم أن الأمر واسع وأنه يحسن بعد العصر وبعد المغرب، لكن الأولى بعد العصر وبعد الفجر. إخواني الكرام، كلمة سبحان الله لها شأن عظيم، فهي من أجل الأذكار المقربة إلى الله عز وجل ومن أفضل عبادات الموصلة إليه. إن الله تعالى لكمال عظمته وتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وأشجار وشمس وقمر وحيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومعنى التسبيح هو التنزيه، التسبيح هو إبعاد صفات النقص بأن لا تضاف إلى الله عز وجل، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن السوء وعما لا يليق به، والتبرئة له من ذلك. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. انتهى. ويتبين أن تسبيح الله عز وجل إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه من كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفة الكمال له سبحانه على وجه يليق به. قال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. والتسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الله، كما جاء في الحديث: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وفي لفظ آخر للحديث أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. صحيح مسلم. التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة، والله تبارك وتعالى يحب المسبحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسبحين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسنته إلى يوم الدين. إخواني الكرام، لا تخرجوا من هذا الفيديو قبل ترك تعليق أسفله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.